طيب الحاجات يا دكتور اللي مع حضرتك دي الحقيقه هي حاجات لافته نظري من اول الفقره. تمام. قول لي كده كل حاجه بتعمل ايه؟ ازاي اوصل للهدوء والسلام الداخلي بالحاجات دي؟ ولا دي بتحفز الطاقه ولا ايه؟ دي حاجات كل حاجه ليها تاثير. أوكي. احنا مثلا عندنا مثلا من اول حاجه هنا مثلا ده اللون بينك، اللون البينك اللي هو روز كوارتز من اهم الحاجات ومن اجمل الحاجات العامه لاي حد، يعني لو اي شخص نفسه يستخدم حاجه ومش عارف كل حاجه بتعمل ايه، دي من اجمل الحاجات. ليه؟ لان هي شكل عام وبيأثر على شاكرا القلب او مركز الطاقه بتاع القلب، بيحفز المشاعر اللي بنقول عليها المشاعر العليا، ان يعني الشخص يبقى عنده مشاعر جميله، يبقى انسان جميل، يبقى عنده اقبال على الحياه، اقبال على التواصل مع الناس، لان الدنيا هنا متفعله في قلبه. يبقى حلو كمان حتى في التأملات، لان هو لون عام. ده بالنسبه لروز كوارتز. اوكي. دي احيانا على فكره بيلبسوها في السلاسل. بالظبط. صح كده؟ بالظبط. اوكي. وبتبقى حلوه انها لو نزلت على منطقه منتصف الصدر، لان زي ما قلت لك هي بتحفز اساسا المركز ده. فبتخلي الشخص عنده مقبل للحياه، مقبل ان هو يتواصل مع الناس بشكل كويس. عنده قبول من الناس، لان هو بيبقى اللون الوردي ده او طاقه اللون الروز زي ما قلنا، كل حاجه كل طاقه او كل لون ليه تاثير، بتخلي فيه قبول وفيه حب من الناس، تلاقي الشخص كده محبوب من الناس.